السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة، يومكم سعادة وهنا ويا رب دايما متجمعين مع بعض في الخير وعلى خير وزايدين دايما دايما ومش ناقصين، يومكم حلو بإذن الله. النهارده عندنا حلقة لذيذة وخفيفة بس مهمة جدا جدا. النهارده هنعمل مع بعض الصلصة، والصلصة من الحاجات اللي ما نقدرش نستغنى عنها أبدا، خاصة في شهر رمضان بتيجي بقى وتروح نطة كده في الأسعار غريبة الشكل. فالنهاردة هنعمل مع بعض صلصة، هناخد منها صلصة حلوة قوي بلون وطعم خطير. كمان معانا النهاردة البهارات، وطبعا البهارات لغنى عنها في كل الأكلات. النهاردة هنعمل مع بعض كذا نوع بهار إن شاء الله يعجبكم جدا جدا، وزي ما قلنا مفيش غنى عنه أبدا أبدا. البهارات اللي هنعملها النهاردة في المطبخ هتساعدك كمان في رمضان إنك أنت تنجزي، وكمان الميزة في البهارات اللي هنعملها النهاردة إن احنا هنحمصها بإيدينا وهنطحنها وهنحفظها بنفسنا، فالريحة بتبقى جبارة ما شاء الله، بتدي طعم حلو قوي قوي لكل الأكلات. طيب دي كده ده محتوى حلقتنا النهاردة، هستنى تعليقاتكم أو اتصالاتكم الأول على التليفونات اللي بتظهر معانا على الشاشة من أي تليفون أرضي على 0900 900، أما الموبايل هيكون على 2600 وفي انتظار مكالماتكم. ويلا بينا على طول نبدأ أول وصفة معانا النهاردة، هنعمل مع بعض صلصة الطماطم في البيت بطعم ولون خطير. تعالوا بينا نشوف المقادير. عندنا النهاردة 3 كيلو من الطماطم، والطماطم حاولي وانتي بتنقيها تجيبيها حمرة وكبيرة، كل ما كانت حمرة مستوية وكبيرة بس مش خسرانة. كمان وهنقطعها 4 أرباع بالشكل ده. هنحتاج 1/4 كيلو من الفلفل الأحمر الرومي، كمان عندنا وحدة بنجر متوسطة الحجم متقشرة ومتقطعة 4 أرباع، ولو بنحب أكلنا سبايسي شوية فنقدر نضيف قرن فلفل أحمر حامي. دي بس المكونات اللي معانا، بس هتدينا ريحة ولون خطيرة جدا. تعالوا بينا كده، عندنا حلة هبتدي أحط فيها كل المكونات بتاعتي. زي ما اتفقنا اهم حاجة في الصلصة ان احنا ننقي ثمار الطماطم كويس جدا. كل ما كانت ثمار الطماطم كبيرة كل ما يكون فيها لحم اكتر، فعلشان كده هتبقى موفرة معانا وتطلع معانا كمية صلصة اكبر غير الصغيرة اللي بتحتوي على بذور ومية والكلام ده كله. فكل ما الطماطم كبرت كل ما هتدينا نتاج للصلصة كتير عن الطماطم الصغيرة. دي حاجة. الحاجة التانية ان الطماطم تكون مستوية، مستوية علشان تبقى لونها احمر، ما تبقاش خضرة ولونها فاتح كده فتدينا نقول ايه لون فاتح يخلينا نحتاج نحط كمية اكبر في الخضار بتاعنا او في الاكلات بتاعتنا. فكل ما كان لون الطماطم احمر قوي كل ما اخدنا منها كمية قليلة ووفرت معانا كتير جدا. يبقى طماطم كبيرة مستوية وحمرة، الأهم من كده إنها ما تكونش خسرانة علشان ما تخسر ليش الصلصة كلها وتفسد مني بسرعة. تمام، يبقى الثمار بتاعتها كلها سليمة، غسلتها كويس قوي قوي، وبعدين قطعتها كل طماطمية 4 أرباع بالشكل ده. هبتدي آخد الفلفل الأحمر الرومي، ساعات بيبقى كمان في السوق فيه فلفل بلدي مش اللي هو الغالي اللي هو الفلفل الالوان، لا بيبقى فيه فلفل رومي بلدي احمر بيبقى حلو جدا جدا، بيدي لون وطعم وكمان نقول ايه سعره بيبقى قليل شويه. هبتدي اخد منه واحط كده على الطماطم. فايدته ايه؟ انه بيديني لون وبيديني كمان ريحه وطعم حلوين جدا جدا. زي ما قلنا لو بنحب الفلفل الحامي ممكن ناخد قرن فلفل حامي احمر نضيفه. خلاص يبقى كده ضفنا الطماطم المغسولة ومتقطعة 4 أرباع، الفلفل الاحمر الرومي برضو غسلناه وشلنا البذور. وحاجة مهمة جدا عايزة اقول لكم عليها، العروق البيضة اللي بتبقى جوه الفلفل لازم تشيليها لانها تفتح لك لون الصلصة. فالعروق والبذور بتتشال، وبنغسل الفلفل كويس ونقطعه مكعبات بالشكل ده. كمان عندي وحدة بنجر، الثلاثة كيلو طماطم بيحتاجوا وحدة متوسطة. تمام، هنقشرها كويس قوي، نغسلها ونقطعها تبقى معانا بالشكل ده. والبنجر هنا هيدينا برضو لون قوي جدا للصلصة بتاعتنا. كده كل حاجة جاهزة معانا، مش هحط حاجة تاني خالص، هشيل الحلة واروح على النار حتى بدون اضافة اي مية ولا سوائل، وهولع عليها النار واسيبها بقى على نار عالية لغاية ما تغلي.
مجرد ما تغلي نهدي بقى عليها النار ونسيبها علشان تستوي على نار هادية براحتها تماما. يلا بينا ناخد حنين على التليفون. يا حنين الو. ازيك يا حنين؟ ازيك يا شيف فاطمه؟ عامله ايه يا روح قلبي، اخبارك؟ الو ازيك يا شيف فاطمه؟ اهلا وسهلا يا روحي، منوراني. انا كويسه الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ عايزه طريقه الكب كيك. عينيا، حاضر حاضر يا حنين، نورتينا. انت عندك كام سنه يا حنين؟ انا عندي 13. طيب يا روح قلبي، مين اللي هيعمل الكب كيك؟ انا. انت اللي هتعمليه؟ خلاص نقول لك عليه. عايزاه شوكولاته ولا فانيليا؟ لا شوكولاته. حاضر، يلا يا ريهام على طول هننزله لك حالا يا حنين، نورتينا واسعدتينا على طول. تعالوا بينا بقى، ايه اللي بيحصل؟ ان احنا حطينا الطماطم، البنجر، الفلفل على النار علشان يغلوا، اول ما يغلوا نهدي النار خالص عليها علشان ما تتلسعش معانا وتشيط وتغير طعمها. هنسيبها هي هتبتدي تجيب المية بتاعتها والسوائل بتاعتها زي ما انتم شايفين كده. ده كده بعد التسوية كده الطماطم استوت، اوريها لكم كده الطماطم، الفلفل كله استوى تمام التمام، بقى معانا بالشكل ده حلو قوي. يا اما اخد ريحتها بجد فظيعه، يا اما اخدها ابتدي اسيبها تبرد وانزلها في الخلاط واضربها في الخلاط، او ان انا اضربها زي ما هي وهي سخنه بالهاند بلندر اللي متاح عندنا. تعالوا نضربها يلا بالهاند بلندر. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو قصير شويه. ايوه حاضر حالا، يلا بينا. السلك بس ايه قصير شويه. صح؟ هي اللي قصرت؟ ربنا يكرمك، ربنا يكرمك يا رب. هنبتدي نخلط بقى المكونات مع بعض كويس قوي، نفرمها ناعم. كده تمام، هبتدي ارفع الهاند بلندر. بعد ما فرمنا الصلصه تماما لونها حلو جدا جدا ولسه هتحلو اكتر كمان لما نبتدي نصفيها من القشور والبذور اللي موجوده فيها. نجيب حله ومصفه، وعايزه اقول لكم بقى هنا حاجه مهمه جدا، القوام اللي احنا واخدينه ده قوام تحفه جدا جدا، بس لو عايزه الصلصه بتاعتي مركزه اكتر فبعد التصفيه اقدر احطها تاني على النار علشان اتقلها اكتر واخليها مركزه اكتر واكتر، بس عن نفسي انا بفرزها بالشكل ده، يعني هصفيها وابتدي اسيبها تبرد تماما، وفي اكياس على قد الاكله، كل واحد عارف في بيته وبيحتاج قد ايه من صلصه الطماطم ويحط في الاكياس ويلا على الفريزر. كل ما تحتاجي تعملي مكرونه هتطلعي كيس على طول، هتعملي صينيه بطاطس هتاخدي كيس، على سهل وبسيط مش هياخد معاكي بقى ايه وقت خالص. فايه رايكم احنا نفرزها على كده؟ فتعالوا نصفيها بقى في طبق تاني. اما لو عايزه تخليها اتقل مفيش مشكله خالص، هنا انا ما ضفتش ولا ملح ولا سكر ولا ضفت اي اضافات ولا نكهات خالص، انا عامله صلصه من غير اي اضافات علشان انا لو هاخدها لاي حاجه
هبتدي انا اظبط لها، يعني مثلا لو انا محتاجاها للبيتزا فهاخدها هحطها تتسبك شويه، وابتدي اضيف لها بقى زعتر وتوم باودر وبصل باودر وشويه سكر صغيرين والملح بتاعها علشان تبقى جاهزه معانا للبيتزا. لو هاخدها لصينيه بطاطس فانا خلاص حطيت البهارات بتاعتي، كمون والملح والفلفل، ودعكت بيهم البصل واحط الصلصه عليها، فدي صلصه بيور بدون اي اضافات، هتبقى سهله عليكي جدا انت تستخدميها في اي اكله انت عايزاها. تمام، تعالوا بينا بقى نبتدي ايه نصفي كده صلصة الطماطم بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مش قادرة اقول لكم على جمال ريحتها، بجد ريحتها حلوة قوي قوي قوي. الفلفل، عشان في ناس بتستغرب موضوع الفلفل، لا ده كانوا زمان، يعني افتكر ماما الله يرحمها كانت بيبقى فيه موسم كده للفلفل الرومي الاحمر ده، كانوا بيعملوا صلصة فلفل اللي هو بيتسمى دلوقتي دبس الفلفل، كانوا بيعملوه وكان بيتضاف منه، طبعا كان لونه بيبقى قوي جدا جدا اكتر من لون الطماطم، وريحته ما شاء الله بتبقى حلوه قوي. كانوا بقى لما يجوا يعملوا اكله فياخدوا شويه من الفلفل اللي هم عاملينه صلصه مع الطماطم، فيدي لون ويدي ريحه حلوه قوي وطعم جميل جدا جدا للاكل. فعلشان كده انا اختصرت الموضوع وحطيت لكم الفلفل في الطماطم على طول. وناخد مية على التليفون. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. ازيك يا فاطمه، عامله ايه؟ اهلا وسهلا، ازيك يا روح قلبي، عامله ايه؟ انا بشكرك والله على الحلقه بتاعت امبارح، كانت جميله جدا بجد والله. عجبتكم؟ طب الحمد لله. الحمد لله، وبطمن على حضرتك والله، امبارح اتفرجت عليكي في الاعاده في المباشر والاعاده. ربنا يبارك لك يا روح. كان صوتك بس والله كنت زعلانه عشان حبيتك قوي. ربنا يكرمك يا روح. عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله، الحمد لله في نعمه والله العظيم. تسلمي لي. دايما يا ست فاطمه كده تبقي كويسه كده حلوه. يا روح قلبي، ما تحرمش منكم ولا من ذوقكم ولا من سؤالكم عليا، تسلموا لي. ربنا يبارك لي فيكم يا رب. حبيبتي نورتيني والله واسعدتيني باتصالك. كده هنا الطماطم كده كتير، احنا هنحتاج طبق تاني. خلاص المصفى بقت ملامسة للصلصة تحت فمش هتنزل معانا تاني خلاص، فهنكتفي بهنا كده ونحط هنا ونفضل. والله ليه كده؟ لا ما تقلقوش، خلاص هنظبطها كده. هننزل بقيه صلصه الطماطم معانا علشان يتبقى معانا البزر والقشر اللي بيتعبوا القولون، هنتخلص منهم وكده تبقى الطماطم معانا صلصه بيور حلوه بدون بذور بدون قشور، بطعم ونكهه لذيذه جدا ولون مميز، وباسهل حاجه ممكن تتعمل. يلا بسرعه بقى نزلي السوق، هاتي شويه طماطم كده واضربيهم كده واعمليهم زي ما احنا عملناهم، حطيهم في الثلاجه تجري منهم طول الشهر ان شاء الله على خير يا رب، هينفعوكي جدا ويسهلوا عليكي وقت ومجهود كبير. ناخد انس على التليفون. الو. الو. ايوه، ازيك يا انس؟ عايز اعرف طريقه الفطير بالجلاش. الفطير بالجلاش، حاضر، عينيا الاثنين. فطير الكذاب، حاضر. بس عايز اقول لك حاجه يا انس، الافضل ان انت تشوف الفيديو نفسه لانه مهم جدا ان انت تشوف الخطوات غير المقادير، يعني لو تقدر تدخل بقى على اليوتيوب تشوف الفطير الكذاب بالجلاش، هيبقى لطيف جدا جدا، وهتشوف الموضوع بحذافيره زي ما بنقول كده، وهتعملها خطيرة بجد. من اكتر الحاجات اللي انا بحبها قوي اللي هي فطيره الجلاش دي، تفرقهاش ابدا ابدا عن الفطير المشلتت الفلاحي، وبنتيجه مميزه وطريقه سهله قوي. احنا كده بنحاول ايه نصفي كل الطماطم، واللي يفضل معانا بس القشر والبذر بتاعها نتخلص منه، وبعدين نسيبها تبرد تماما وفي اكياس ثلاجه، ونبتدي نحط كل واحد في بيته يحط الكميه المناسبه لاكلاته ايه، علشان لما تطلعي الكيس هو على قد الاكل على طول. زي ما قلت لكم انا كده عاملاها مش مركزه تركيز كامل، لا لسه فيها نسبه سوائل، انت لو حابه تاخديها مركزه تماما بعد التصفيه دي رجعيها تاني على النار.
بس ايدك معاها كل شويه تقليب من وقت للتاني علشان ما تلزقش وتشيط في الحله. يلا بينا، ايه رايكم نطلع فاصل صغير خالص نرجع بعديه نشوف البهارات بتاعتنا وهتروحوا في اي حته مستنياكم. رجعنا لكم تاني وخلصنا خلاص صلصة الطماطم، فصلنا البذور والقشر بتاع الطماطم عن الصلصة. تعالوا نبص بقى اللي فضل معانا ايه في المصفى. بصوا كده اهو كلها بقى بالشكل ده، ده بنتخلص منه طبعا. تمام، وبقت معانا الطماطم بيوريه وبيور تماما بدون قشر بدون بذر، ولونها حلو قوي قوي. نبينها. حاضر، هنشيل المصفى بقى دي خلاص. في ازايز كده بتتباع في السوبر ماركت بتاعت الصلصه، عارفينها الازايز مش البرطمانات. تمام، هي دي بقى، بصوا تحفه، شايفين اللون شايفين القوام، خطيره. هسيبها تبرد خالص عشان ما ينفعش احطها او اعبيها وهي سخنه، هسيبها تبرد تماما وبعد كده ان شاء الله لما تبرد هبتدي اعبيها زي ما قلنا في اكياس على قد الاكله وعلى الفريزر على طول، نشد منها وقت ما احنا عايزين. نتيجه بينا نشتغل في البهارات، والنهارده عندنا البهارات التسعه مش السبعه، احنا زودنا عليهم اتنين بهار منهم جوزة الطيب بعد ما اخذنا فتوى من شيخ ابراهيم يوسف واكد لنا ان هي مش حرام، فحطيتها وضفتها للبهارات السبعه، وكمان ضفنا زر الورد. وتعالوا نشوف اصلا البهارات عباره عن ايه. عندنا بهاراتنا النهارده التسع بهارات اللي انت مش هتستغني عنهم ابدا، دول على طول موجودين في المطبخ. على اي حاجه يتحطوا بيدوا طعم وريحه حلوه جدا جدا. هنحتاج ايه بقى؟ نص كوبايه من ورق اللورا، ونص كوبايه من الكبابه الصيني الحب، ربع كوبايه قرنفل، وربع كوباية حبهان، وكمان حبة جوزة الطيب، ربع كوباية من زر الورد، ربع كوباية خلنجان، ونص كوباية قرفة، ربع كوباية جنزبيل. تمام، بالشكل ده. والله لو عندك فيهم حاجات بودر مفيش مشكلة، الصحيح مفيش مشكلة، أنا بحب الصحيح أكتر لأنه لما بيتحمص في البيت بيدينا ريحة وطعم حلوين جدا. فتعالوا بينا نجيب طاسة كده، والطاسه بتاعتنا هنبتدي نحط فيها الحاجات اللي هي حصى او حب. الطماطم على النار بتغلي واحنا مهدين عليها النار علشان ما تلزقش وتشيط من تحت. عندي الكبابه الصيني، وعندنا زر الورد، احط كمان القرنفل والحبهان وورق اللورا، وادي حبه جوزة الطيب. ولو عندنا هون يا جماعه بس نكسرها عشان ما تكسر لناش هي المطحنه بتاعتنا. هناخد الحاجات دي ونروح على البوتاجاز نبتدي نحمصها ونقلبها على نار هاديه. تمام، نار هاديه علشان البهارات بتاعتنا ما تلسعش ما تشطش ما تمررش، وندي تقليب. هنحمص البهارات بتاعتنا لغاية ما أنا أشوف بعيني كده في بخار طالع منها. تمام، دي الرطوبة اللي بتطلع وأحسها بإيديا، ألاقيها سخنت، أول ما ألاقيها سخنت خلاص كده الدنيا تمام. فتعالوا نقلبها كده، يبقى احنا حطينا كل ما هو حصى كل ما هو سليم حطيته في الطاسة على نار متوسطة، وهقلب من وقت للتاني علشان تتحمص معانا البهارات. طيب البهارات البودر هعمل فيها ايه؟ اول ما اشيل دي من على النار هروح ضيفها عليها ومقلبها تقلبتين بحيث برضو ان هي تتحمص وفي نفس الوقت ما تتحرقش مننا. ريحة البهارات بدأت تطلع. تعالوا ناخد الهون كده ندق
وحدة جوزة الطيب بس علشان ما تكسرش معانا الخلاط. زي الفل. كسرناها ما نعبناهاش ولا حاجة. هبتدي أضيفها وناخد أم أشرف. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أستاذ فاطمة. إزيك يا روح قلبي، عاملة إيه؟ الحمد لله يا حبيبتي. إيه الأخبار؟ أنا مش قادرة أقول لك، أنا بشكرك قد إيه على البرنامج بتاعك الجميل ده. يا روحي تسلمي لي، ما تحرمش منك. عايزة أقول لك على حاجة هتفرحك قوي. اتفضلي. أول حاجة عملتها عندك واتصلت، قلت لي خلي حبايبك يبقوا البنت اللي ربنا يرزقها ويخليها يعني تخلف بنوته صغيره ولد اي حاجه، ربنا يرزقها بالذريه الصالحه. انا الحمد لله ربنا السباب والحمد لله جابت مريم ما شاء الله. اللهم بارك، اللهم بارك، ربنا يرزق كل مشتاق. اللهم امين يا روح قلبي، ربنا يجعل وشنا وش خير عليكم يا رب. اللهم امين حبيبتي. عايزه بقى كمان دعاء لابني سيف، عامل هيعمل عمليه وربنا ينجيه منها يا رب يا روحي، وحبايبي كلهم يدعوا له. امين يا رب. شهر رمضان ده هو هيعملها الشهر ده ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي على خير. عايزه حبايبي كلهم يدعوا له بالشفاء يا رب. ربنا يشفيه سيف يا رب ويعافيه هو وكل مرضانا. اللهم امين يا رب، ويرجعه لكم كده ويطلع بالسلامه باذن الله ويطمن قلوبكم عليه. نورتينا وفرحتينا جدا يا ام اشرف والله، ربنا يبارك لك في كل حبايبك يا روح قلبي. احنا خلاص حمصنا، بصوا شايفين في بخار طالع، مش عارفه باين معانا ولا لا. بصوا خلاص شلنا الطاسه كمان من على النار، هبتدي احط بقى البهارات البودر. ليه ما حطيتهاش على النار على طول مع التانيين؟ لانها تتحروق مننا وهناخد نتيجه مش حلوه. احط بقى اللي فاضلين من البهارات بتاعتي البودر واقلب. دول جنزبيل وقرفه خلنجان، كلهم كانوا بودر، واقلب كده عشان يشموا النار فيبتدي الزيوت الطياره اللي فيهم تطلع، ريحتهم تبقى اقوى وطعمهم كمان. هسيبهم بقى يبردوا، ما ينفعش ابدا دلوقتي خالص ان انا اخد البهارات السخنه كده واحطها واطحنها، ايه اللي هيحصل؟ ان هي هتعجن مننا وهتبقى مش حلوه خالص. لازم تتساب تبرد تماما علشان كمان طحنها يبقى اسهل. خلاص فاحنا هنشيلها شويه كده وتعالوا نشوف معانا بهارات ايه. دي كده 9 بهارات جهزناها خلاص وحمصناها وفي انتظار ان هي تبرد علشان نحمصها مع بعض. معانا ايه تاني بقى؟ معانا المرقه الفوريه، مرقه ال انتوا عارفين المرقه الفوريه اللي بنجيبها دي؟ هنعملها في البيت بكل سهوله ونتيجه مميزه جدا جدا. تعالوا نشوف المقادير. بالظبط. بس احنا مش هنقول، لا مش هنقول لكم. المرقة الفورية، أسفة، المرقة الفورية هيكون مقاديرها عبارة عن معلقتين كبار من السكر، معلقة كبيرة من الزعتر الجاف، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة كبيرة من الثوم البودر، ومعلقة كبيرة من البصل البودر، معلقة صغيرة جنزبيل بودر، ومعلقة صغيرة كمون بودر، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة حبهان مطحون، ومعلقة صغيرة بهارات من التسعة بقى اللي احنا لسه عاملينها، ومعلقة صغيرة كاري وكركم، ومعلقة كبيرة من البابريكا، واتنين معلقة كبيرة من الملح الصيني، واتنين معلقة كبيرة من الملح العادي. دي كده مكونات ايه مرقة او المرقة الفورية عامة. تعالوا بقى ايه نقلبهم مع بعض. كل حاجة عندي هنا بودر ومطحونة والدنيا تمام. تعالوا ناخدهم بقى وإيه نلخبطهم كلهم على بعض أو نخلطهم كلهم مع بعض. إحنا عاملين بقى كميات أكبر شوية. هنا ده الزعتر، الأفضل إن أنا ممكن أخده كده أطحنه شوية عشان ما يبانش خالص المعالم بتاعته، فاسمحوا لي بس إيه نطحنه. واحنا بنكلم حنان. يا حنان الو. ايوه ازيك يا شيف فاطمه؟ اهلا اهلا، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. انا كلمتك من قيمة يومين حبيبتي، منوراني. عايزه طريقه بلح الشام. حاضر، انت طلبتيه مننا يوميها صح؟ اه. وقلنا لك هنعمله امتى؟ على دخله رمضان بقى حنان صح؟
ولا عايزاه دلوقتي ننزل لك المقادير؟ لا خليها بقى في وقت رمضان. خلاص اتفقنا يا روح قلبي، نورتينا والله، تسلمي لنا وتسلم اتصالك. تعالوا بينا يلا نطحن الزعتر. انا اخدت الزعتر طحنته لانه كان خشن شويه اوراق وكده، فكان لازم يطحن عشان يتلاشى مع كل المكونات ويدينا نتيجه حلوه وريحته تحفه. هبتدي احط بقى كل المكونات اللي عندي، حبه هان بقى وكزبره، السكر، الكاري والكركم والثوم البودر، وادي البابريكا والبصل البودر والكمون والملح الصيني. طيب حد هيقول لي الملح الصيني ده فيه خطوره منه معاكم جدا في حاله ان احنا نكتر منه. عايزه اقول لكم ان غالبيه البهارات في السوق دلوقتي وغالبية مرقة الدجاج كلهم بيبقى فيهم بيحتوى على الملح الصيني. نقلب بقى بجد. طب اتطلبت مننا المرقة الفورية تاني، وتعالوا يلا ننزل مقاديرها مرة تانية هي على الشاشة. زي ما انتم شايفين موضوع بسيط، احنا بنقلب بس المكونات مع بعض، كلها مطحونة تمام، فهنقلبها مع بعض وريحتها يا جماعة بجد بجد تحفة وبتدي طعم هايل جدا للأكل. الأفضل بقى يعني لو عندنا حاجات كده نبقى نطحنها، ده الجنزبيل، لأنه لما بيقعد أو الثوم البودر بيقعد بتحس إن هو بيكتل مع بعض كده، فنراعي إن احنا ننخل كل المكونات البودر دي. هنحاول نمزجهم كويس جدا عشان يبقى كله بنفس الطعم. محطيناش الملح العادي، احنا حطينا الملح الصيني، احط كمان معلقتين من الملح العادي ونقلب. على فكرة الملح مادة حفظ، يعني لما بحفظ البهارات كده وفيها ملح بيساعد على حفظها فترة أطول كده. تمام، وناخد اماني على التليفون ونطلع برطمان علشان نبتدي نعبي فيه المرقه الفوريه. معانا مين؟ نشكر محمود فتحي المصور عشان هو اللي كاتب لنا الحاجات بتاعتنا. ايه تحفه، ما قلنا اماني والله العظيم. الو يا اماني. ازيك يا ست فاطمه؟ ازيك يا روح قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله. الاخبار حبيبتي نوراني والله العظيم. ان شاء الله مش اخر مره، مش اخر مره باذن الله. والله حبيبتي كنت عايزه اسال حضرتك عن حاجه. اتفضلي. هو ينفع اعمل البابريكا في البيت؟ ينفع، بس بصي يعني غلبه شويه. هقول لك انا تعمليها ازاي، بس هي غلبه شويه تمام. بصي يا ستي، البابريكا هي الفلفل الاحمر الحلو تمام، اللي هو الفلفل الرومي الاحمر، بنجيبه وبنقطعه ترانشات وبنرصه على صينيه وبنسيبه بقى، نديله رشه ملح بسيطه كده ونهدي الفرن خالص خالص، كاننا يعني عارفين ايه مدفيينه كده على درجه حراره اقل من 100، وندخله ونسيبه بقى لغايه ما ينشف تماما او في الشمس اللي انت عايزاه، بس تكوني مغطيه كده بايه، بشاشه، وبعد ما ينشف خالص خالص بتطحنيه ويبقى معاكي بابريكا والدنيا زي الفل. بس هي بتاخد غلبه شويه علشان ينشف معاكي. عايزه اقول لكم ريحه المرقه الفوريه تحفه. احنا ممكن نطلع فاصل، ممكن نطلع فاصل، يلا فاصل صغير خالص ونرجع على طول. اوعى تروحوا في اي حته، مستنياك.
ورجعنا لكم تاني. البهارات التسعة بردت، كنا حمصناها وزبطناها وبردت خلاص، هديها بس ايه معلقة صغيرة كده من الملح. ده أولا بيساعد في الطحن، بيخليها تبقى ناعمة أكتر، كمان زي ما قلنا بيساعد في الحفظ. فمعلقة صغيرة خالص كده ونبتدي نقفل ونطحن بهاراتنا التسعة اللي مش هنستغنى عنها أبدا. عايز أقول لكم بتفرق جدا جدا في طعم الأكل وبنستخدمها في كل الأكلات. يلا بينا. بهارات كده ممكن تكون تقيلة شوية على المطحنة بتاعتنا، نفصل على طول، يعني نشغل شوية ونفصل شوية عشان ايه ما نطولش عليها، فلا قدر الله المطحنة تبوظ. بس كده احنا زي الفل، البهارات اتطحنت، ولما بردت بقت طحنها اسهل، ولما حطينا لها معلقه صغيره من الملح طحنها بقى اسهل واسهل، وحفظها كمان هيقعد اطول. يا خبر ابيض على الريحه، ما شاء الله اللهم بارك. طيب نجيب برطمان، اهم حاجه برطماناتنا تكون ناشفه جدا تمام، ونظيفه ومحكمه الغلق كمان. انا هتاكد بس ان هي ناشفه، البهارات ما تبصش مننا. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله على الجمال، ما شاء الله على الجمال وعلى الريحه، بجد تحفه. دي البهارات التسعه، وعشان نعرفها وما تروحش مننا حتى في البيت لازم نعمل كده علشان ما تتوهش مننا، افضل اقول يا ربي دي بهارات ايه ودي بهارات ايه. هنا في حاجه حيشه فنحطها الناحيه دي بس كده. خلصنا كمان البهارات التسعة بعد ما عملنا مع بعض المرقة الفورية. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ تعالوا نشوف، تعالوا نعمل بهارات المحشي. وطبعا المحشي من اساسيات عزومات رمضان، واساسا هو يعني اساسي في بيوتنا. اعرف بلاد لازم كل اسبوع المحشي لازم، وفي يوم معين اللي هو بيبقى اليوم بتاع السوق بتاع البلد لازم يعملوا المحشي. فالمحشي من اساسيات المطبخ المصري، فالبهارات بتاعته كمان لازم تكون اساسيه معانا. تعالوا نشوف المقادير ونعرف مع بعض طريقه التحضير. نشيل احنا عشان بس ما نتوهش من بعض. عندنا بهارات المحشي النهارده عباره عن 4 معالق كبيره من الكمون، هنحتاج كمان 4 معالق كبيره من الكزبره الناشفه، 4 معالق كبار من الفلفل الاسود، وعندنا كمان 2 معلقة كبار من الكبابة الصيني، 1 معلقة كبيرة حبهان، ومعلقة كبيرة قرفة، ومعلقة كبيرة جنزبيل، ومعلقة كبيرة شطة. بس كده، دي مقادير المحشي اللي هتطلعهولك خطير، مش تحتاجي تحطي حاجة تاني خالص. طيب يلا بينا برضو زي ما عملنا في البهارات التسعة، أنا عندي الكزبرة والكمون والفلفل والكبابة الصيني والحبهان حصى، والباقي بودر. فهاخد الحصى الاول احمصه واطحنه، والافضل بصراحه الكمون والكزبره والفلفل دول بالذات يتحمصوا كده علشان ريحتهم بتختلف تماما. كده اخدت كل الحصى وعلى النار علشان ابتدي احمصهم زي ما اتفقنا، بنحمص على نار متوسطه مع تقليب مستمر. طيب انا عايزه اعمل بقى شويه بهارات حلوين كده ويقعدوا معايا فتره، او انا عملت كميه وطلعت كبيره عليا ومش هستخدمها كلها، اعمل ايه؟ اللي انت مش هتستخدميه تحطيه في اكياس وتربطيها كويس جدا وتحطيها في الفريزر، بس كده تقعد عندك ولو سنه مش هيجرى لها اي حاجه، تمام؟ يبقى لو عايز تحفظي كميه بهارات سواء مطحونه او حصى عايز تقعديها لفتره طويله، حطيها في كيس، يفضل كيس جوه كيس كمان، انا مش عايزه اخش لها رطوبه، بس عايزاها تفضل في الفريزر مش هيجرى لها اي حاجه ابدا ابدا. نقلب، بنقلب البهارات بتاعتنا لغايه ما ريحتها الحلوه دي تبتدي تطلع وتسخن، تمام زي الفل. دي كده بهارات المحشي،
وزي ما عملنا برضو في البهارات التسعة، مجرد ما البهارات بتاعتنا خلاص تسخن وتتحمص والدنيا تمام، هشيلها من على النار وابتدي احط لها البهارات البودر علشان هي كمان كده ايه تبتدي تطلع الزيوت الطيارة وريحتها تبقى أقوى وأحلى. النار متوسطة وإيدينا على طول شغالة تقليب علشان البهارات لو اتلسعت بتمرر، وإحنا مش عايزين كده. خلاص كده حسن البهارات بقت تمام التمام، اتحمصت، ولما أجي أمسكها في إيديا ألاقيها سخنة، فكده زي الفل. بينا بقى نرفعها من على النار، ولما هرفعها هحط الجنزبيل والقرفة، مش هحط الشطة لا. تمام. والشطة هنا كمان عايزة أقول لكم إن هي اختياري للناس اللي بتحب المحشي يعني شوية سبايسي، لو مش بتحبه حامي شوية يبقى الشطة تتشال خالص خالص من المقادير. بس كده، وزي ما عملنا وزي ما هنقول دايما، البهارات لازم تتساب تبرد علشان أعرف أحمصها، فهنسيبها تبرد. نعرف بعد ما حمصناها نسيبها تبرد عشان ايه نعرف نطحنها. اعذرونا يا جماعه. تعالوا بينا نشوف بهارات السمك كمان. بهارات السمك من البهارات اللذيذه اللي لازم تكون عندنا. شوينا سمك، هنقلي سمك، هنعمل اي حاجه طاجن سمك، فالبهارات بتاعته تكون جاهزه معانا. هنطلع فاصل، مش هنقول المقادير خلاص، هنطلع فاصل صغير خالص ونرجع نطحن مع بعض بهارات المحشي ونشوف بهارات السمك عبارة عن ايه، وهتروح في اي حتة مستنياكم. رجعنا لكم تاني، وبهارات المحشي اتحمصت وبردت وحطيناها كمان في المطحنة، ومعاها بقى ايه معلقة من الملح زي ما اتفقنا. الملح بيساعد على تنعيمها وهي بتطحن، وكمان بيساعد على حفظها. ويلا بينا بقى نطحنها. طحنا البهارات بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالمعلقه كده ونحط في البرطمان اللي احنا متاكدين ان هو ناشف الريحه. ما شاء الله ما شاء الله رهيبه. وناخد سهيلة على التليفون. ألو يا سهيلة. سهيلة فين؟ سهيلة يا سهيلة. ألو سهيلة. ألو. مش موجود. لا موجودة اهي. ازيك يا سهيلة؟ ألو السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا روحي عاملة ايه؟ الحمد لله. حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي منوراني. يا رب دايما تكوني بخير يا روحي. حضرتك بحب حضرتك قوي. وانا بحبك جدا.
ما شاء الله عليك. انت عندك كام سنه يا سهيله؟ 17. بجد؟ اه. انا تخيلت ان انت هتقولي لي 10 11 في الحدود دي، ما شاء الله، دي ميزه حلوه هتحسي بيها بعدين. ماشي. منوراني يا روح قلبي. انت في سنه كام بقى؟ ثانيه ثانوي ولا ثالثه؟ لا انا اولى ثانوي. اولى ثانوي؟ ماشي. يا سهيله وانا بحبك جدا، منوراني والله. قولي لي يا سهيله، ليكي اي اسئله؟ ليه؟ خط فصل. نورتيني يا سهيله، اتصلي بينا تاني يا سهيله. بهارات السمك بقى، ناخد الفراخ الاول عشان هنحمصها. طيب سريعا، عندنا بهارات الفراخ، تعالوا ننزلها يلا على طول. اه يلا بينا. بهارات الفراخ هتكون عباره عن معلقتين كبار من الزعتر، تمام، معلقتين كبار من الكزبره الناشفه، معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره حبهان، معلقه صغيره فلفل اسود، ومعلقتين جنزبيل، ومعلقه كبيره توم باودر، ومعلقه كبيره بصل باودر، معلقه كبيره كركم، واتنين معلقه كاري، ومعلقه كبيره من البابريكا. تمام، تعالوا بينا يلا على طول ناخد برضو الحاجات اللي محتاجه تحميص، اللي هي الحصى، عندنا الفلفل والحبهان والكزبره والكمون، ناخدهم واحطهم على النار عشان يتحمصوا. احنا هنا مضاعفين المقادير يا جماعه، ماشي، عشان ما تحسوش ان المقادير كتيره، فاحنا مضاعفينها. ونقلب بقى ونحمص. فاكرين الطماطم اللي احنا عملناها في اول حلقه؟ بصوا هي على النار بتستوي. اهم حاجه معايا ان الطماطم تستوي كويس قوي، عشان لما اجي افرمها تتفرم معايا كويس جدا وخلاص تبقى مستويه. هي كده على نار هاديه وشغاله. اول ما تحس انها تبدا ممكن تبهدلك البوتاجاز او تنطر كده على الدنيا، فبالغطا كده واسمحي لها ان هي تطلع البخار، وفي نفس الوقت ايه تحجزي اي حاجه هتتنطور شمال او يمين. كده البهارات معانا اهي على النار، بدأت كده تتحمص. وزي ما اتفقنا اول ما نحس كده ان هي سخنت وعماله تطلع في ابخرها كده، يبقى هي كده تمام، نرفعها من على النار على طول. يلا هنرفعها ونسيبها تبرد علشان نطحنها، دي مع دي عشان ما ننساش. طيب بهارات السمك من البهارات زي ما قلنا هتنفعنا كتير جدا جدا وسهله جدا. تعالوا نقول مقاديرها مع بعض. معلقه كبيره من الكمون، معلقه كبيره كزبره ناشفه، معلقه كبيره من التوم الباودر، معلقه كبيره من الشطه، معلقتين كبار كمون، ومعلقه كبيره من البابريكا، ومعلقه كبيره من الكركم. دي كده مقادير بهارات السمك، واحنا طحنينها كلها فهنركبها على طول او هنخلطها كلها مع بعض. كزبره، ثوم، كمون، الشطه وربنا يستر، والكركم. اه والله الجيوب الانفيه بقى. وادي البابريكا، ونقلب ونخلط. طبعا الكلام ده كله لو عندكم في البيت حاجات حصى فتحمصوها وتسيبوها تبرد وبعدين تطحنوها وتعملوا الميكس كله مع بعضه. دي كده خلطه السمك، بهارات السمك، مشوي، مقلي بقى، طواجن، يلا براحتك. عايزه اقول لكم ان الخلطات دي في السوبر ماركت بقت باسعار عاليه جدا، فاهو بنحاول مع بعض كده نعملها. يلا بينا بجد. تمام، ادي خلطه السمك. طيب احنا ممكن نأجل اخر بهارات معانا نعملها في حلقة تانية معانا، المشكلة عشان بس من خلاص. تمام مفيش مشكلة.
ربنا يكرمك والله، ربنا يكرمك، مش عايزاها. اه لا 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 خالص، لا لا مفيش حاجه. يلا بينا، ربنا يكرمك يا استاذ حمدي. احنا كده دي عملنا بهارات السمك تمام، وناخد بهارات السمك ونلزقها. انا عايزاكم بس تقولوا لنا نحط الاشياء بتاعتنا فين. طب دي احطها فين؟ هنا كده. طيب زي الفل. انا دلوقتي سريعا هنضف بس المطحنه مكان بهارات المحشي عشان اطحن معاكم اخر حاجه هنخلصها اللي هي بهارات ايه بقى؟ بهارات الفراخ. لا نصحصح كده. تعالوا بينا يلا، احنا هنسيب بقى اخر بهارات معانا، مش هنقول هي ايه، وهنسيبها لكم مفاجاه نعملها لكم ان شاء الله الحلقه الجايه. تعالوا بينا ننزل بقى اللي احنا حمصناه وبارد. اه هتبقى لطيفه برضو. خلاص حطينا البهارات، انا معايا بس هنا الزعتر هحطه معاهم، واحط لهم معلقه من الملح ونطحنهم، وبكده نكون ايه طحنا بهارات الفراخ. احنا عملنا يعني اكتر حاجه بنستخدمها. طحناها خلاص، تعالوا بينا بقى نفضيها. دي المكونات اللي اتحمصت، ونضيف عليها الحاجات اللي ما اتحمصتش معانا، نخلط كله مع بعضه، وبكده تكون بهارات الفراخ جهزت معانا. المقادير هتكون موجوده ان شاء الله على السوشيال ميديا، اللي ما لحقش حاجه ان شاء الله يلحقها. وطبعا الحلقه نفسها بتتعاد تاني بالليل وموجودة على السوشيال ميديا برضو. هنقلب كله مع بعضه، والله بجد ريحة بهارات الفراخ اللي بنشتريها من بره ما شاء الله تحفة، واللون وكله الله علينا. نقلب بس كويس زي ما قلنا، عملنا وعملنا كمية، يلا على طول ناخد على قدنا والباقي في أكياس كده في الفريزر، ونكتب عليها برضو علشان لما اجي اطلعها هبقى نسيت ده ايه وده ايه. تمام. اه اه مش عارفه ليه عجبكم، مفيش مشكله. دي بهارات الفراخ اهي، يلا نعبي بقى. بجد ريحتها وهميه. المطبخ عندنا بقى يحفظوا لنا البهارات دي علشان نستخدمها في رمضان ان شاء الله. بس كده، دي كانت حلقتنا النهارده، عملنا فيها شويه بهارات بجد بجد الريحه هنا قلب المكان. وعايزه اقول لكم انها بتفرق جدا في طعم الاكلات بتاعتنا. عملنا ايه النهارده مع بعض؟ عملنا اولا صلصه الطماطم، احنا عملنا اساسيات الطبخ النهارده، يعني صلصه الطماطم اللي مش هنستغنى عنها. وعشان كمان في رمضان كده الاسعار بتعلى شويه. كمان عملنا البهارات اللي احنا بنحتاجها على طول، عملنا البهارات التسعه، عملنا دي البهارات ايه فين البهارات التسعه، انهي واحده دي البهارات التسعه. عملنا كمان المرقه الفوريه، وعملنا بهارات المحشي، عملنا كمان بهارات السمك وبهارات الفراخ. اعتقد كده ان احنا تمام جدا. ان شاء الله يا رب تكون الحلقه عجبتكم وافادتكم. هستنى تعليقاتكم وتطبيقاتكم اللي دايما بتساعدنا على بيج العزومه، وكنت معاكم فاطمه بوحيتي. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.